السلام عليكم وأهلا بيكم بفيديو جديد وقصة جديدة من قناة قصص وقضايا. عيلة كانت بتدور على بنتها المتغيبة من يومين، وبالصدفة الأم بتفتح تلاجة بيتها عشان تتفاجئ براز بنتها قدامها. قبل ما نبدأ الحكاية ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ده غير ان اللايك بتاعكم بيشرفني أكيد. ويلا نبدأ قصة النهاردة. في شهر سبتمبر سنة 2020 الشرطة استقبلت اتصال مرعب. الاتصال من راجل كان بيعيط وبيتوسل للشرطة انهم يحضروا بسرعة لانه لقى بنته جثة متقطعة في تلاجة بيتها في حي الهرم بالجيزة، واتنقلت المباحث لمكان الجريمة. الشقة الراجل اسمه أحمد ومراته اسمها أمل وعندهم طفلين. مسرح الجريمة كان عبارة عن بقع دم من الأرض للفليزر. الشقة مفيش عليها أي أثار اقتحام، وحتى مفيش وجود لسرقة الذهب، والفلوس كانت في مكانها. بسؤال الأم والأب عن اكتشافهم للحادثة قالوا إن بنتهم ما كانتش بترد على تليفونها بقالها يومين، ولما حاولوا يتصلوا بجوزها هو كمان ما كانش بيرد على التليفون. الأم قلقت فخدت بعضها وراحت على شقة بنتها، فضلت تخبط على الباب محدش كان بيرد. فكرت إن بنتها سافرت مع جوزها، لكن سمعت صوت التلفزيون كان شغال. الأم راحت للجيران أكدوا لها إن هما ولا شافوا بنتها ولا جوزها من يومين، وساعدوها عشان تكسر باب الشقة. فدخلت تدور على بنتها من أوضة للتانية لحد ما وصلت للمطبخ. الدم على الأرض وفي ريحة بشعة جاية من التلاجة. فتحت التلاجة ولقيت أكياس سودة والريحة جاية من الأكياس دي. الست فكرت إن دي لحمة بايظة، لكنها اتصدمت لما فتحت أول كيس ولقيت فيه راس بنتها وباقي الجثة متقسمة على أكياس. انهارت الأم وفضلت تصرخ، واتصلت بالأب اللي اتصل بالشرطة. طالما مفيش أثار اقتحام للشقة ولا سرقة يبقى اللي دخل الزوجة فتحت له الباب، أو إنه الزوج. الزوج فين بقى؟ الزوج من القصة دي كلها بسؤال الجيران إنه هو كان بيسافر الصعيد كتير عشان يشتري مواشي بحكم إنه كان بيشتغل جزار. وفي نفس الوقت الجيران أكدوا إنهم ما سمعوش أي صوت للزوج من يومين، وآخر مرة شافوا فيها الزوجة كانت لوحدها. بس هنا الأهل أكدوا إن كان في خلافات زوجية ما بينهم، وإن الزوجة رفع قضية على الزوج وبقالها فترة طويلة قاعدة في بيت أهلها. كان الزوج في محاولات للصلح، وكالعادة الأهل بيخصبوا على بنتهم إنها ترجع، ورجعت الزوجة. بس هم نسوا إن هي رفع قضية للشقة على جوزها وسابوها ترجع وأخدوا الأطفال عندهم. وطبعا هنا بشكل رسمي الشكوك كلها تروح ناحية الزوج، خصوصا ان تليفونه مقفول ومش موجود في اي مكان محتمل انه يكون موجود فيه. بعد 5 ايام بتوصل معلومة للشرطة عن مكان الزوج اللي كان مأجر اوضة وقاعد فيها بعد الجريمة. فراحت الشرطة وقبضت عليه، وفي اعترافاته قدام النيابة برغم انها كانت هادية جدا وبردة، لكن تفاصيل ارتكابه للجريمة كانت لا انسانية بالمرة. فجمدوا قلبكوا كده واسمعوا اللي هيقوله. قال ان كان في خلافات ما بينهم وصلت للمحاكم والقضايا، هي رفعت قضية تمكين من الشقة، وهو كمان رفع قضية قدامها. خيرها ما بين إن هي تتنازل عن القضية وهو كمان يتنازل عن قضيته، وكانت كل مرة بتسيب البيت كان بيروح يصالحها، لحد آخر مرة راح لها واتفق معاها إن هو هيتنازل عن القضية مقابل إن هي كمان تتنازل عن القضية وترجع معاه. وبالفعل رجعت معاه، لكن في اليوم ده وصل له محضر من المحكمة إن في جلسة والمفروض إن هو يحضرها بخصوص تمكين الشقة. هو شاف المحضر من هنا واتجنن من هنا، وهو لسه مرجعها. طلب منها ان هي تطلع معاه وهو يحصلها. في اليوم ده وصل البيت متأخر، وده كان سبب ان الجيران ما شافوهمش مع بعض. واول ما دخل البيت طلب منها ان هي تعمل له كوباية شاي، وهي واقفة في المطبخ راح جاي من وراها وراح دبحها. بيقول قبل ما سيبها تقع على الارض قطع لسانها وقعد على الارض يتفرج عليها وهي بين سكرات الموت، وبكل هدوء ولع سيجارة وقعد يتفرج عليها وهي في آخر لحظات حياتها، لحد ما قام كمل خطته وقطع الجثة أشلاء. كل جزء حطه في كيس أسود داخل الفريزر بالظبط زي ما بيدبحوا وبيقطعوا المواشي. وبعدها ساب البيت وطلب من حد من معارفه إن هو يشوف له أوضة عشان يدارى فيها. الضابط سأله أنت ليه اخترت تنفذ جريمتك في المطبخ؟ رد بكل لا مبالاة إن المطبخ هو المكان الأنسب لأن فيه سلاح الجريمة وكمان قريب من الفريزر. الغريبة إنه ما كانش حاسس بأي ندم، وقال إن لو الزمن رجع بيه برضه هينفذ جريمته. الحقيقة إن أهلها ما تخيلوش أبدا إن جوزها هيقوم بالقتل،
عشان كده سابوها ترجع معايا بعد ما رفعت القضية. تعرفوا ان من يوم الحادثة والحد ما اتحكم على الزوج، الجيران بتقول ان هم كانوا بيسمعوا صوت المية شغالة مع ان الشقة مقفولة من يوم الحادثة. قالوا كمان ان هم بيسمعوا صوت خبط على الباب وحد بيزحف على الارض. الجيران كانت بتشتكي من الاصوات اللي خارجة من الشقة، وبيزيد عليهم صوت الصريخ لحد ما الزوج اتحكم عليه بالاعدام. اختفى كل ده، وده اللي احنا بنسمع عنه بيتكرر في الاماكن اللي حصلت فيها جرائم قتل. وعلى حسب مدى ارتباط الشخص بالمكان هنلاقي ما يسمى بالاشباح. الاشباح غير الارواح، ودول بقى صعب ان هم يفرقوا المكان الا لو تم طردهم او القاتل اخد جزاؤه. ولغاية هنا بتنتهي قصتنا النهاردة، واستنوني بفيديو جديد وقصة جديدة من قناة قصص وقضايا، والسلام عليكم.